صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد نفى، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفى. صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، صلاة ربي على المصطفى، سلام ربي على المصطفى، صلاة ربي على المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. نحن الآن في فقه غزوة بدر، فنحن وصلنا في معركة بدر إلى قضية إيش؟ الأسرى ومشاورة النبي في ماذا يصنع في الأسرى، وإبداء آراء الصحابة أبو بكر وعمر، ونزول الآيات في سورة الأنفال بما يوافق رأي عمر أنه كان ينبغي الأخذ بالحزم وإرهاب المشركين باعتبار أول معركة كان ينظر فيها لضعف المسلمين واستذلالهم، فلازم كان يثبتوا موجودية القوة والعزة والصرامة، حتى ما الله قال فإما تثقفنهم في الحرب إذا صار لقاء بينك وبينهم فشرد بهم من خلفهم، اضربهم ضربة ما هن يهربوا، هل وراهم يرتعبوا ويهربوا، كن ضربة عظيمة كن إلها صدى في نفوس المقاتلين ومن وراء المقاتلين. هذا يا ابني هذا بينقرع على الأموات، لازم هذا ينقرع على العقول على القلوب، لكن ما في قلوب ابني، لذلك صار على الأموات. الميت إذا كان ما انتفع من القرآن وهو حي راح ينتفع فيه هو ميت؟ ألا مستحيل. قال فلما بعد الأسرى واتفقوا على أنه ما يقتلوهن لكن ما يطلقوهن إلا بالفداء أو بتعليم 10، إذا كان الأسير بيقرأ وبيكتب. قال كان في من جملة الأسرى وهب ابن عمير الجمحي، وكان أبوه شيطانا من شياطين قريش، واحد مؤذي فتاك غدار مكار يعدوه شيطان من شياطين إيش قريش، وكان ممن يؤذي النبي وأصحابه في مكة. فبعد المعركة هو هذا بمكة مين؟ أبوه اللي اسمه إيش؟ عمير، والأسير شو اسمه؟ وهب، وهب ابن عمير. اجتمع بصفوان ابن أمية، أبو أمية من قتلى بدر من المشركين، وعم يتذاكروا الكارثة بدر اللي أصابت كفار قريش، وكيف رموهم بالبير الناشف للجسس. فصفوان ابن أمية قال والله ما بقي في العيش خير بعدهم، أبوه قتل وأخوه قتل. فقال له عمير الشيطان من شياطين الإنس، قال له صدقت، لكن والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعياد أخشى عليهم الضيعة بعدي لذهبت إلى محمد فقتلته في المدينة، كمشهور بالاغتيالات.
فإن لي فيهم أسير في أيديهم. إذا رحت يعني مبين أنه ما لي راية بشان الاغتيال، راية بشان إيش؟ بشان ابني، باسم ابني بغتال محمد، لكن عندي عيلة كبيرة وأنا فقير وفي علي دين. وشوفوا كانوا وثنيين وما يفكروا بأكل الدين على الناس، اللي بيصلي بيصوم بيجي على الجامع وبتدين الناس وما بيفكر في قضاء الدين، يا بتبهنك يا ببزر يا بسرف أو بتحيل. قال فاغتنمها صفوان فقال له دينك علي أنا أقضيه وعيالك مع عيالي واسيهم ما بقيت وبقوا. قال له دينك أنا بتكفله وعيالك ضبهم لعيالي، بيصيبني ما أصابك. وصفان كان له مكانة مالية وزعامية في مكة، يعني من زعماء قريش مثل أبوه وغني. قال عميرا إذا فكتم شأني وشأنك. قال له لكان بتمد السر بيني وبينك ما بنحكى، ما يصل الخبر لمحمد. وتعاهدا وتعاقدا على ذلك. فأخذ عمير سيفا فشحذه يعني سنه وسمه، غمسه بالسم حتى لو ما كانت الضربة قاتلة، السم هو إيش؟ يكمل عملية القتل. وذهب إلى المدينة فرآه عمر وكان مع نفر من المسلمين يتحدثون عن بدر، وقد أناخ عمير ناقته على باب المسجد متوشحا بسيفه، سيفه حاطه برقبته وعلى جنبه. فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، ما جاي بشان ابنه سيدنا عمر. لست بالخب، يعني أنا ما بخدع الناس، والخب لا يخدعني. ما أحلى الإيمان ابني، ما أحلى العقل، ما أحلى الذكاء، ما أحلى اليقظة، ما أحلى الحذر. لست بالخب والخب لا يخدعني. قال ما أتى عمير إلا لشر. فدخل معه على النبي وقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير ابن وهب، ما جاء إلا لشر، جاء متوشحا بسيفه. قال فأدخله علي. النبي قال له فوته. فأخذ عمر بحمالة سيفه في عنقه، اللي بنحط الرقبة مسك بها تبع السيف تبعه، وقال لرجال من الأنصار ادخلوا معي على رسول الله فاجلسوا عنده فإن هذا الخبيث غير مأمون. جاي بحيلة انه يفك ابنه من الأسر ويقوم يعمل له شيء عمله، هو الواقع متآمر هو ومين صفوان لاغتيال النبي، وجايب السيف والسيف ايش تبعه كله عامله سم. عمر ما له عرفان، لكن هي اليقظة وهي الحذر وهي النباهة، الغباء والبلاهة وقلة الفطانة، هي ابني ما هي صفات محمودة في المسلم والمسلمة. قال فدخل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، فقال النبي أرسله يا عمر.
قال اتركه ادنوا يا عمير. فدنا فقال انعموا صباحا. كان السلام بين العرب يقول له انعم صباحا، يعني صباحك يكون نعمة ونعيم، صباح الخير. وكانت تحية الجاهلية بينه، فقال النبي لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتكم يا عمير، السلام تحية أهل الجنة. الإسلام بدل كل شيء، حتى المسائل البسيطة جعل للمسلم شخصية متميزة. شخصية إيش؟ قال لي ابني شوف الهنود، قال لي أنديرا غاندي ما غيرت لباس القوم، الهنود رئيس الجمهورية بيلبس اللباس، ما بيلبس اللباس الرسمي. نحن العرب يعني عم نقلد من غير وعي، بس تقليد ابني. إنه كلمة إيش موضة؟ معنى موضة يعني هي سنة. شوف النبي التحية السلام بدل الدنيا. المسلم قال لقد أبدلنا الله تحية خيرا، كمان ما تحية حي الله خيرا من تحيتكم السلام، تحية أهل الجنة. ما جاء بك يا عمير؟ أنا شو جايبك لهون؟ قال جئت من أجل ابني الأسير الذي في أيديكم وهبا، وهب ابن عمير لتحسنوا فيه. قال فما بال هذا السيف في عنقك؟ قال قبح الله السيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني، ما الذي جئت له؟ لا تكذب، أقول جاي مشان ابنك أنت، ما بعطيك الدغري. قال ما جئت إلا لذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عنده مخابرة، بس المخابرات القصة بينه وبين صفوان ما في غير اثنين بيعرفوا القصة. طيب وين المخابرات تبع النبي؟ في ملائكة، في الله. يا الله عليم بذات الصدور، هو خبر النبي بالمؤامرة كلها من ألف إلى ليل. قال له بل قعدت أنت وصفوان في الحجر. الحجر هذا بجنب الكعبة، هو أصله من الكعبة، قصرت نفقة قريش عن البناء فتركوه، وإلا كان لازم هو يضاف إلى إيش؟ إلى الكعبة، لأنه هو من أصل الكعبة. فتذاكرت ما أصحاب القليب من قريش. شو القليب؟ البير اللي رموا فيه جسس المشركين. قال ذاكرت قتلاكم اللي التحشوا بالبير بالقليب، وقلت لصفوان لولا دين علي وعيال لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان وتكفل بدينك وعيالك حتى تقتلني له. والله حائل بينك وبين ما تريد، الله يعصمك من الناس. علم وحراسة، هذا ابني كله كان ببركة غار حراء. انت مالك جسد، انت روح، انت عقل. الروح والعقل هي اللي بدها تقبل على الله، هي اللي بدها تصلي، ما الجسد فقط. الجسد ظل الروح. اذا حطينا الاكل للفي تبعك وانت ما طعميناك، طعمينا فيتك، يمكن غديناك، وإذا صلى ظلك الجسدي وما صليت حقيقتك القلبية. هي بدها ذكر، بدها صدق، بدها قوة الحب، بدها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. شو نتائجها؟ هي نتائجها.
قال له ما قعدت انت وصفيان في حجر اسماعيل وتعاقدته وتآمرته وسيفك سنيته وسممته حتى تقتلني، لكن والله حائل بينك وبين ما تريد. وين صفي سيفه؟ ركبه تقطعت وإيديه ما عاد تحمل السيف. وين صفي السيف؟ طلع سيف النبي، سيف المسبحة، سيف الذكر، سيف عناية الله. اذكروني أذكركم. النبي ذكر الله، الذكر المطلوب الله ذكره في كل، في هالشدائد، في هالأزمات، في بدر، في نزل الملائكة، جاء واحد بده يغتاله ذكره، أطلعه وبعث له فيلم تلفزيوني عن كل المؤامرة من أولها لآخرها. فقال عمير وقد دهش، أشهد أنك رسول الله، قد كنا نكذبك في خبر السماء وفي الوحي، وهذا أمر لا يعلمه إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله تعالى، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادة الحق. أي هذا الإسلام يا أبي، بلحظة واحدة بنفحة ربانية، شرارة من قلب النبي، ببصيرة من بصيرة النبي، أدعو إلى الله على بصيرة. طالب العلم محروم يا ابني، محروم من هذه المدرسة، من بركاتها، من فيوضها. فقال النبي فقهوا أخاكم في دينه. صار أخاكم يا إيه بده يغتال النبي ويدمر الإسلام بعناية الله، عناية الله لمن اعتنى بالله، نصرة الله لمن نصر الله. النبي نصر الله، نصر دينه، يعني نصر قرآنه، نصر وحيه. وكان وأقرئوه القرآن، كان الواحد يقرأ القرآن كل جملة للعمل، للتطبيق، ما للتجويد، ما لمجرد هيك هزازة الرأس وأرينا جزء، شو فهمت؟ شو عملت؟ ما بعرف شيء. بدك تعرف القرآن، أول بدك ذكر. لا يمسه إلا المطهرون. ما المطهرة إيديهم؟ الإيد إذا طهرت بتمس الجلد. إذا مسيت الجلد شو استفدت؟ بدنا معاني القرآن تمس عقلك، ونور وروح القرآن يمس روحك حتى تحيا روحك بنور الله. يصير فيك طاقة وقوة علمية، وطاقة تأثيرية، وطاقة تغير نفوس الناس ورذائلهم إلى فضائل، وجهادة إلى حكمة، وبعد عن الله إلى قرب. هذا يمسه. قال فقهوا. بإيش فقهوا؟ فقهوا بالله أول. الشيخ أول رأسا أول شيء بباب الفقه أنواع المياه. طيب على العين والرأس، طيب وين أنواع المياه التي تطهر القلوب والعقول؟ قال وأطلقوا أسيره. كمان ابنه من غير فداء، من غير، صار أخاكم، فهذا ابن أخيكم. ففعلوا ذلك وأسلم ابنه أيضا. هاي ادفع بالتي هي أحسن. لو واحد راكبته نفسه جاي تقتلني، خذوه اقتلوه، بيقتلوه. طيب شو استفدنا من القتل؟ القتل أفضل تقتل عدوك لما تقتل عداوته، تقتل الكافر لما تقتل كفره. إذا كنت رجال لا تقتل الكافر، اغتال كفره. لا تقتل عدوك، اغتال عداوته. قال ف
فقهوا أخاكم وأطلقوا أسيره. لكن هي كانت بقوة إيش؟ هذا الإسلام، هي قوة الإسلام. وجاهدهم به جهادا كبيرا. هيا يا ابني طالب العلم بده تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المشيخة ما مشيخة ابني قلب وروح وهمة وعزيمة وأخلاق وجد وصدق وإخلاص. ولا تخاف لو صار لك أعداء مثل ما النبي صلى الله عليه، لكن بالنهاية والعاقبة للتقوى. ثم قال عمير يا رسول الله، شوف قديش انقلبت المسألة، إني كنت جاهدا عم ببذل جهدي لأطفي أنور الله، كنت شديد الأذى لك ولكل من كان على دين الله، فأحب الآن أن تأذن لي لأذهب إلى مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام. قلب النبي من مغتال إلى مسلم إلى داعي إلى الإسلام. هاي المعركة، هاي معركة المسلم تكسب عد. هاي قوة الشخصية، قوة الشخصية تملك القلوب، تملك القلوب بقوة الإيمان، بمكارم الأخلاق، بالتحمل، بالصبر، بالحلم، بالتواضع، بخدمة الخلق. هاي قوة الشخصية. بخمن إنه إذا سبوا هذا هي 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 عقلية الجهل والجاهلية، وهذا صاحب فاشل. شوف قوة الشخصية النبي بإيش؟ بهالأخلاق، بالقوة الروحية، بالقوة الأخلاقية، بالقوة العقلية. هي قوة الشخصية. قال فأذن لي أن أرجع إلى مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم. هاي عظمة الدين، هذا الإسلام. شو كان شهادة النبي؟ شو شهادة أبو بكر؟ شو شهادة شاه نقشبند؟ شيخ بدر الدين شو شهادته؟ شيخنا شو شهادته؟ ما كان في شهادة. شهادتهم أعمالهم، حكمتهم، قلوبهم، روحانيتهم، إنتاجهم. فقال وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم. فأذن له رسول الله. فقال وكان صفوان من صفوان الممول لعملية الاغتيال. حين خرج عمير وسر ما حدا يعرفه يقول لأهل مكة أبشروا بوقعة سيأتيكم أخبارها تنسيكم وقعة بدر. اصبروا كم يوم بكرة بتشوفوا شيء تنسوا كل قتلاكم، كل مصائبكم، كل اللي فقدتوهم. شو ما بحكيكم، اصبروا بس كم يوم. وكان صفوان يسأل القوافل عن عمير. شفت عمير ابن وهب؟ وناس يقولوا شفناه برابغ، ناس يقولوا شفناه بالينبوع، يقولوا راح يوصل. حتى قدم راكب فأخبره بإسلامه. يا صياد احذر أن تصاد. شو بده يقتل النبي؟ النبي قتل كفره وقتل شيطانه. فحلف أن لا يكلمه أبدا وأن لا ينفعه ولا يواسيه أبدا، شيء طبيعي. فوصل عمير إلى مكة فلم يبدأ بصفوان. العادي أنه أول بزوره، أنه هذا المرسال تبعه، بل بدأ ببيته وأظهر الإسلام. وإظهار الإسلام بمكة كان شيء هذا خطر كبير، لكن قد ما هو قال شيطان من شياطيني قريش، شيء رير للدرجة الأولى ما له سائل عن حدا.
ودعا إلى الإسلام. يعني وحده يحسن يتحدى أهل مكة وهن مصابين بقتلاهم وأسراهم، معناته هذا الرجل شيء مهول. ثم إن عميرا أتى إلى صفوان وناداه: أنت سيد من ساداتنا، أرأيت الذي كنا عليه من عبادة الحجر والذبح له؟ أهذا دين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلم يجبه صفوان بكلمة. أمسوا فبكرة جايكم خبر بنسيكم إيش معركة بدر. وعند فتح مكة هو الذي استأمن النبي لصفوان. أخذ له أمان لصفوان من مين؟ من النبي. ثم أسلم صفوان عند تقسيم غنائم حنين، حين أعطاه النبي والدا مملوءا من الأنعام. لأن صفوان كان زعيم ومصاب بأبوه وبأخوه في معركة بدر. شوف هاي السياسة يا أبي، هاي السياسة. نحن بدنا ندرس سيرة النبي ما بس لحتى والله بدر، لحتى نتعلم، نحيا بحياة النبي، نحيا بأخلاق النبي، نحيا بسلوكية النبي. هي رجل الدولة لازم يقرأ حياة النبي، الوزراء يقرأ حياة النبي. فلما أعطاه واديا، وادي كل مليان غنم وجمال وبقر ومعزة، دفع واحدة. والصحابة في منهم ما في عنده عشر. طيب إذا واحد قال هيك بجوز للنبي؟ أنا الجوعان، أنا العريان، أنا العطشان، أنا اللي جاهدت. هذا الكافر ابن الكافر صفوان ابن أمية يعطيه وادي، وأنا ما في عندي رغيف خبز. إذا مشيت مع النبي يا أبني ما بصير، أنت جندي بدك تمشي برأي القائد. الجندي ما بصير يهجم من غير ما يؤتى بالأوامر. بشوف العدو صار قدامه، القائد أدرى بالمصلحة. فإذا ما لك ثقة بالقائد وما عندك نظام وارتباط وطاعة للقائد، ما بتحقق الأمل. المسلمين ما عندهم ارتباط بقائدهم. شوف صفوان شو عامله، عمير اللي جاي يغتال النبي شو عامله؟ قال له أطلقوا له أسيره وفقهوا أخاكم. فقهنا أحد؟ أحسننا للمسيء؟ عاملنا العدو بالتي هي أحسن؟ ما هذا القرآن؟ ما هذا الإسلام؟ هذا إسلام مكي، إسلام الضعف. هذا هي سياسة. وأمصير قوي بتحارب إسرائيل، نحارب الصليبيين. وإذا بدنا نحارب والله أنا بحسب هالعصر اللي يكون النبي حي، والله النبي ما بيشفي قطر الدم. لأنه حرب الدعوة وحده، الدعوة لكن بقلب وحكمة عقل وعلوم القرآن وعلوم الدعوة النبوية. هذا كله ابني طالب العلم فاقده، اللي عنده طلاب العلم اللي بيكون تنتفعوا فيه ثقافة المسجد. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فلما أعطاه هالعطاء لمين؟ وإمتى؟ وبعد فتح مكة. قال أشهد أن لا إله إلا الله. ما أسلموا بالآيات القرآنية، ما أسلموا بالأحاديث النبوية، أسلموا بالغنم، أسلموا بالعطاء، أسلموا بحسن الأخلاق. فقال أشهد أن الملوك لا تطيب نفوس بهذا العطاء، ولا تطيب به إلا نفوس الأنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وحسن إسلامه وصار من فضلاء الصحابة.
فبنقلوا من زعيم كفر إلى زعيم إيمان، من قائد كفر إلى قائد إسلام. هاي العظمة، هذا الداعي. الناس ما بيفهموا الداعي، بيفهموا أنه لازم يسب، لازم يشتم، لازم يعادي. هلا النبي هو أراد معركة بدر لما هن فرضوها عليه، أخذ النبي هو بدا فيه لما هن اجوا تعدوا عليه. ف وكان يسمى سيد البطحاء، وكان من فصحاء قريش. النبي كان يعرف يصيد، صلى الله كان بعشرين سنة، هذا ابني خريج مدرسة الله، هذا تعلم من الله مباشرة، لا كتاب ولا أستاذ ولا معلم. هاي المدرسة دخلتها أنت؟ هاي لا، هاي بابها واتقوا الله. فإذا دخلت من باب واتقوا الله وتبتل إليه تبتيلا، بيطلع لك الأستاذ ويعلمكم، ويعلمكم الله. أي طالب العلم ما متعرف عليها. ومن رسول الله على نفر من الأسرى بغير فداء لفقرهم. هل ما عنده مال وما بيعرف يعلم أولاد المسلمين، فالنبي استعان بالمال وفي الوقت نفسه حارب الأمية. حارب إيش؟ أول عمل تمكن منه لينشر القراءة والكتابة في المجتمع. هلا الدولة لما عم تدعي إلى مكافحة الأمية، هذا عمل إسلامي لما ما عمل إسلامي؟ عمل إسلامي. النبي أول فرصة ما في عنده من الأسرة، وهل ما عنده لا مال ولا كذا، شو عمل؟ هذول محاربين، قال من عليهم، أطلقوا بلا مقابل. منهم أبو عزة الشاعر الجمحي، كان يؤذي النبي بشعره، فقال يا رسول الله إني فقير وذو عيال وحاجة قد عرفتها، فمن علي ولي خمس بنات ليس لهن شيء، فتصدق بي عليهن، فتصدق بي عليهن. فأخذ عليه عهدا أن لا يثير قريشا بشعره على الإسلام والمسلمين. كانوا كان الشعراء مثل الصحفيين بهالوقت، كانوا هن يشتغلوا بالإعلام والدعاية. فعاهد النبي فأطلقه ورجع إلى بيته، فلما وصل إلى مكة قال سحرت محمدا. الله لا ينفعنا، الله لا يشئنا، قال سحرته، فقت عليه حتى إيش، ورجع إلى أخبث مما كان. الله بيأخر يوم وشهر وسنة وعشرة وعشرين، بيكون واحد عامل له ذنب وعاد يطلع على الدرجات، كل ما له عاد يرتفع، له خلي 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 تعالى يرتفع. ليش؟ لأنه بده يخليه لحتى يطلع لآخر درجة جدته من فوق، ما بده جدته من أول درجة من ثاني درجة. إذا زدته من أول درجة ثاني درجة بصير عليه شيء. فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، بمليلهم كمان، بمهلهم، إن كيدي متين. لا تنغر بالله يا أبني، لا بشبابك ولا بمالك ولا بعزك ولا بسلطانك ولا بجبروتك، يبعث لك نقطة دم قد راس الدباني بعرق من عروق قلبك، يصير لك جلطة يا بمخك يا بقلبك. يبعث لك جرثوم لا تراه ميكروسكوبات، بلحشك، يربط لك لسانك، ياخذ لك بصرك وسمعك، ياخذ لك روحك. الناس نسياني الله يا ابني، الله كانه راح يحذفوه، والله راح يحذفهم، حذفهم من قائمه العز والمجد والنصر والكرامه والوحده والمحبه والاخاء لما عرفوا الله.
صار نصف العالم كان كأنه قطعة واحدة، نفس واحدة. النصر في كل المعارك، العز، العلم، الثقافة، التقدم، الحضارة. فهذا نقض عهده مع النبي مين؟ أبو عزاز بمعركة أحد، رغم أن المسلمين ما انتصروا مخالفته لأمر النبي، وهيج قريش بشعره. النبي قال اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. الصحابة مهزومين، منين بدهم يأذوا أبا عزة الشاعر إذا طلبوا من الله الله بيعزه؟ فمن جملة عسكر الله بعث له جندي واحد، تعرفوا شو اسمه؟ قال له جيب لي أبو عزة لأن النبي طلبه مني. اسمه النوم. شو اسمه؟ النوم. فإجا هذا النوم لأبو عزة الشاعر نيمه، الجيش انسحب وصفي هو وحده. ومين اللي مكتب شو مكتفه؟ العسكري تبع الله اللي شو اسمه؟ إيش الصحابة طبوا فيه وهو إيش؟ هو نايم. فجابوا للنبي، أنا أقطعوا رأبته، يا رسول الله، يا محمد، بناتي فقري كذا، إذا أتلتني بناتي مين إنه؟ قالوا النار لك ولبناتك. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال المؤمن ما بيحتاج تجربتين، من تجربة واحدة لازم يكون واعي. شوف يا ابني، الإسلام هذا ما إسلام، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا ما تعليم، هذا ما إيقاظ للعقل. حتى عدوك ما يستغل غباءك أو طيب قلبك، هذا ما طيب قلب، هذا غباء اسمه، أنه وقلة دين. ولما فرغ النبي من بدر أرسل بشيرا لأهل المدينة، أرسل لهم بشيرين. فنادى، فكان منهم عبد الله بن رواحة، فنادى يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأسرهم. فكان النبي بعد ذلك يكرم أهل بدر ويقربهم على غيرهم، وكان في بعض المناسبات يقول إن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو وجبت لكم الجنة. فالمقصود من القصة ما بس أنه نقول هيك عملوا هنين، نتباهى بمعركة بدر ونفرح بأعمالهم ومناصرتهم، إسلام أنت تعمل بدر. وبدر كل واحد على حسبه. بدر ما كان المقصود منها قتل قريش، النبي ما كان قصده قتل العرب، لو أراد القتل لقتل منهم الآلاف المؤلفة. فالمؤرخين بيذكروا أنه كل اللي قتل في عهد النبي حتى توفى من المسلمين والمشركين من العرب حول 400 شخص. فأقام الدولة وأحيى الأمة وجعل أعظم أمة في العالم. التضحية بقديش؟ حول 400 شخص. أعظم نصر وأعظم إنتاج وأعظم بناء بأقل الكلف وبأقصر المدن. هذا كان بسبب مدرسة حراء وبالحكمة التي آتاه الله إياها وبالتعليم الإلهي. فنحن العرب يا ابني، العرب الله أعزهم بالإسلام، يعني بحراء أعزهم بالحكمة، أعزهم بالعلم، أعزهم بمكارم الأخلاق، أعزهم بالحلم، أعزهم بالصبر، أعزهم بالبذل، بالتضحية، بالنضال. فإذا بدنا نعمل بدر، بدر هي نشر العلم، القضاء على الأمية. ما أمية القراءة والكتابة؟ في أمية الأخلاق، أخلاق وأخلاق الأميين،
عقله عقل الأميين، أعماله أعمال الأمي. لا تظن القضاء على الأمية بس تبع القراءة والكتيبة، الحديد الجماد صار يقرأ ويكتب. حبيبي الله قال بعث في الأميين، أنو أميين؟ أمية الكتابة والقراءة. يعلمهم، شو يعلمهم؟ شلون أمي ويعلمهم؟ معلم أمي، أمي بالقراءة والكتابة. ليش عملوا أمي؟ لحتى يكون تعليمه معجزة. إن شلون أمي لا أرى ولا كتب ولا معلم وصار معلم العلماء والحكماء، هي المعجزة. كيف؟ طيب ما أرى السياسة، كيف عمل أعظم سياسة؟ ما درس الحرب، كيف انتصر في كل الحروب؟ هي المعجزة. شو ابني بين من الصحراء، ما من الجامعات، كاليفورنيا ونيويورك وواشنطن، الصحراء من الحجار السود. ليش؟ لأنه معلم الله. شلون الانتساب إلى مدرسة الله؟ بالتوبة الصادقة، بدوام الذكر، حتى الله يفتح على قلبك، يصير قلبك في إيمان. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لذلك لو قرأت القرآن وكل تفاسيره دفع منه بشيء، والدليل على ذلك أنت حاسب حالك. شوف لما عم تقرأ، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، عم يزداد إيمانك وتقواك وأخلاقك وحبك وخشيتك وفروع إيمانك. بدك قلب، ادور على مدرسة القلوب. لذلك بدنا نبدأ بإسلام القرآن، إسلام النبوة، ما إسلام التقليد، إسلام الاسم والانتماء واللقب والشكل والهيئات والصور والادعاء وحب الدنيا والأنا والمدري إيش. هي ابني شيلها من قلبك، شيلها من قلبك وحط الله تربح. تحط ما سوى الله في قلبك أنت خاسر، لو بتملك مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة ربي على المصطفى، وبحر شوقي له قد نفى، وقلبي المبتلى بالفراق يريد بوحا بما قد خفى. لا أعرف البشر في وجهه وفي رضاه إذا أخبرا بفوزنا واقتفى دربه ليسقي من